لا لو وجبتي اليوم كمان هعمل دجاج بالفرن، حطيت لها شوي من الزبدة لكل وحدة فوقها، و نحط لها ملح كتر شوي الملح عشان الالكترولايت، لان ما اكلت شي اليوم. اوكي، وفلفل اسود وين حطيته بس. هاي الفلفل الأسود حطها بالفرن لحتى تصير الجلدة تقرمش تقريبا. اوكي حلوين، كتير منكم طلبوا وصفة الخبز، انا مسويتها من قبل بس ما ظابطة معي كانت، وطعمتها كتير كانت بشعة. فعندي هون 6 من بياض البيض بس رح اعملهم 7. طبعا انتم بتتحكموا بالكميه اللي بدكم اياها، انا عائلتي كلها بتاكل منه بتحبه، انا الوحيده اللي شوي ما كتير، يعني مش احلى خبز عندي، يعني بفضل الخبز الكيتو تبع اللوز اكثر بكثير من هيدا، بس بيمشي الحال خصوصا لما بكون الواحد على الكارنيفور. اوكي سو مثل ما قلت بدنا نفصل البيض، وبدنا بياض 7 بيضات، بدكم خفاق، ممكن خفاق يدوي كمان بيمشي الحال بس بياخد وقت كتير، فبدي احطهم هون واجيب هيدي ارفع الكاميرا مشان تشوفوا احسن. قبل ما ادورها مشان اعرف احكي معكم، لهيدا الخبز كمان بتحتاجوا بروتين بياض البيض، عارف هيك اذا مبين، هيدا النوع اللي انا بستخدمه بس ممكن تستخدموا اي نوع بتحبوه. هيدا اسمه تي اف نيوتريشن، بس بقلبه بياض بيض بس على شكل باودر، وهيدا اللي رح يخليها تسمك وتشتغل معنا اكثر. هيدول المكونين الوحيدين، اذا بتحبوا ممكن تضيفوا ملح، اذا بتحبوا ممكن تضيفوا منكهات، بس خلوها للاخر خلطوها هيك بالملعقه، لانه اذا بينزل نقطه مي وحده فيها بتفرط معكم تماما، فبتكون تتاكدوا انه كل شيء ناشف تمام. سو هلا بنقلبها هيك. خليني وقتي شوي بس لحتى تسمعوني عم بحكي، بس ليصير هيك مثل ما شايفين. بدنا نحط 4 سكوب من هيدا الباودر، بحط له رشة ملح صغيرة. هلا رح ارجع علي الحرارة، علي القوة. اوكي خليني افرجيكم كيف صارت. بس هيك مثل المرنج، يعني جامدة، ما شوفوا كيف هيك، يعني اذا عملتوها هيك بتضلها واقفة بهذا القوام بدكم اياها. مثل ما كنت عم خبركم انه انا كثير اول مره ما كثير حبيته، والسبب كان اني استخدمت بياض بيض جاهز او هيك مفصول خالص من السوبر ماركت، وكثير منكم بوقتها لما نزلت الوصفه قالوا لي ما حبيتيه لانه بياض البيض منه فريش. فرجعت سويتها مرة تانية وجربتها ببياض بيض فريش، وعن جد عملت كتير فرق. بعدني بفضل انه اكله هو سخن لان بكون اطرى،
بس يبرد او اذا مثلا بتخلوه لتاني يوم اللي حتحسوا انه شوي صار مش قاسي بس صار بيعلق تحت اسنانكم. انا اذا بدي شبهه بشي مثل كاني عم بعلق بلاستيك تحت اسناني. بس انا بالنسبه الي جوزي كتير بحبه وعلى طول بيطلب هيدا الخبز، فانتو حسب انتو اذا بتفضلوه ولا لا. انا مش افضل خبز عندي، بس لما بيكون الواحد عامل كارنيفور او عم بيحاول يقلل كتير من الكربوهيدرات هيدا افضل شيء، لانه تقريبا صفر، مش تقريبا، لانه صفر نت كارب هيدا الخبز. سو هلا بتشيله. الحلو بهيدا الخبز كمان انه بتقدروا تعملوا الشكل اللي بدكم اياه، يعني اذا حابين تطلع مثل خبزة البرجر هيك بتشكلوها على شكل خبز برجر بس بالملعقة بتزبطوها، تبنوا الشكل اللي بدكم اياه، بدكم اياها مثل الباجيت كمان بتقدروا تزبطوها مثل الباجيت، وبتضلها جامدة ولما بتحطوها بالفرن تطلع كتير الشكل رائع. بس انا بحب احطه بهيك شيء، وفيكم تحطوا زبده من تحت مش ضروري ورقه مثل ما انتم بتحبوا. ففي عندكم خيارات، وممكن بعدين من بعد ما ضبطوها تحطوا لها سمسم او شيء، بس حاولوا انه مثل ما قلت لكم ما تحطوها هي وعم بتصير يعني هيك جامده هي بقلب هيدي الميكسر، لانه ما عم تزبط. جربت كذا مره ما عم تزبط. وكمان مثل ما قلت كمان فيكم تتحكموا بالكمية، فيكم تقللوا، فيكم تكتروا، منا مشكلة. هلأ بعرف انه في مشكلة بعض الناس ممكن ما تلاقي البروتين تبع بياض البيض. اللي فيكم تعملوا انه تعملوا خبز الغيمة، منزل وصفة من كذا سنة، خبز الغيمة بتستخدموا البياض والصفار، بس اول شيء بتضربوا البياض وبتخلوا الصفار على جنب وبتحطوا له اي بهارات بدكم اياها، وبعدين بتخلطوهم سوا على مهل وبتحطوهم بالفرن، وكمان بتعملوا الشكل اللي بدكم اياه وبيطلع طيب لذيذ ما اشكو شيء. انا بفضله عن هيدا، حطيتهم بهي الطريقة. هلا بدي فوته على قلب الفرن، تقريبا بياخد بالفرن حوالي 25 دقيقة. طبعا انا محمية الفرن فلازم تفوتوها، هو حامل فرن، اذا بارد ممكن ما ترتفع معكم. مثل ما قلت 25 دقيقة، بس بعد 15 دقيقة او 12 دقيقة طلوا عليهم بس شوفوا اذا كل شيء تمام. اللي بحطهم فيها هي 180. شايفين انا حاطة هون الدجاج، فراح احطوا هيدا من تحت هلا لان بده مجال كمان تبهو، بده مجال ليرتفع. وطلع عليه بعد شي 12 دقيقة لشوف كيف الامور صارت. نطلع على الخبز هلا. هدول كمان تقريبا جهزوا. فهذا الخبز بدي شوي يتحمر من فوق بعد، بس هيك رائع كمان، ممكن الواحد يطلعه ويبلش دغري ياكل فيه. فرح اتركه شوي صغيره هلا بطلع هول وبدل المطارح. بس اوكي، صار هيدا الخبز صار جاهز. اوكي، سو هيدا الخبز الحلو فيه انه ما في داعي كنترول حتى يبرد، فيكم دغري تقصوه. فمثل ما قلت الشكل انتو بتتحكموا فيه، شايفين ملمسه كتير حلو. ففيكم تعملوها شرحات مثل شرحات التوست، فيكم ترفعوها، ما بتفتفت ولا شيء، كتير متماسكة مثل ما شايفين، وكتير كتير سهلة الوصفة إذا عندكم المكونات تبعولها. بس مثل ما قلت انتو ممكن بدل ما تعملوا هيدي الوصفة أو بس ببياض البيض، ممكن تستخدموا البيضة كلها وتعملوا
خبز الغيمة كمان ممكن يمشي الحال، وكتير قليل بالكربوهيدرات، في شوي كربوهيدرات أكتر عشان الصفار بيحتوي على كربوهيدرات أكتر من البياض، بس بضل أحسن من شغلات تانية مثل اللوز أو هاي بيكون فيها كربوهيدرات كتير أكتر من هيك. فهذه هي الوصفة اللي طلبتوها. جبت الكرنوبارية الكرنبورية، هدول ثلاثة من الدجاج، ما رح اخذ من الخبز لان ما طالع على بالي، امبارح اكلت منه مرتين بكفي، فهدول رح تكون وجبتي الوحيدة اليوم. اليوم ما كنت ناوية اعمل وجبة وحدة، بس صراحة ما كان طالع على بالي بالمرة اكل، فثاقبت انه صارت وجبة وحدة.